لهلأ بتذكر الهدوء اللي بيكون قبل بشوي من صوت الجرس ودوشة البنات بوقت الفرصة. كنا بنحكي عن كل إشي، عن امتحانات آخر الفصل وعن شعورنا إن رح نغير المريول الأزرق ونلبس الأخضر، وعن رحلة المدرسة تبعت شهر ثلاث، عن قصص ونهفات الحصص في الصف. يا ريت لو ترجع هالأيام، كل وحدة عندها حلمها الخاص. هاي بدها تصير مضيفة طيران، وهاي بدها تصير محامية، والأخت هون حابة تسافر وتلف العالم. أنا أحلامي كانت غير، كان حلمي أصير ممثلة. تصوير دايماً كنت بقلد المعلمات، مين ما حلت الواجب؟ وكانوا يضحكوا وينبسطوا. لو ترجع أيام زمان، أيام ما كان عمري 12 أو 13، مش متذكرة. بيوم وليلة صرت بوضع تاني، ودايماً كنت أسأل شو الذنب اللي ارتكبته غير إني بنت وغير إني ما عندي قرار. هالحكي صار له سنتين بس قبل ما أتجوز وأقعد بالبيت. تقليدي لمرت عمي وهي بتنظف البيت صار حقيقة. تبدلت واجبات المدرسة بواجبات البيت، وراحت كل الأحلام اللي كنت بحلم فيها.